طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الإعدادي، تحية طيبة. وبعد أسأل الله لكم ولنا التوفيق والسداد والعفو والعافية من كل مكروه وسوء. اليوم نتحدث عن فصل جديد، الفصل العاشر، وهو بعنوان يوم جلاء الإنجليز عن مصر. انتهينا في الفصل السابق عند خروج الجيش المصري من سجنه لكي يعلن حق الشعب في حريته وفي وطنه وفي الحياة الكريمة وفي مكانه تحت هذه الشمس. عزمت هذه الثورة يا أبنائي على أن تتخلص من كل دخيل ومستعمر، مما أدى إلى أن بريطانيا لم تجد مفرا من أن تعقد مع مصر معاهدة الجلاء، فرحلت عن مصر يا أبنائي بعد فترة دامت 72 عاما قضتها في التدخل المعيب في شؤون البلاد. كان هذا اليوم المبارك هو يوم 19 من أكتوبر 1954، فحين خرجت بريطانيا عن مصر ألقى الزعيم الراحل زعيم الثورة جمال عبد الناصر خطبة اتجه فيها بالتحية للزعماء والشباب الذين ضحوا وكافحوا وباعوا أرواحهم من أجل هذه اللحظة، ولم يمتد بهم العمر ليعيشوا هذه الأوقات السعيدة. ومن الذين وجه إليهم أحمد عرابي ومصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول، كما أنه عاهدهم على أن يمضي على نفس الطريق ولن ينسى هذه الأمانة. من ثمار هذه الثورة أنها فرقت بين الحرية الحقيقية والحرية الكاذبة، فالحرية الحقيقية هي التي تحميها المزارع والمصانع ويحرص عليها الأصدقاء، كما أنه يجعل الأعداء يرهبون هذه الأمة. أما الحرية الكاذبة وهي على عكس ذلك تماما، فالحرية الكاذبة هي حرية الأمة الفقيرة التي تطلب من غيرها قوتها وتعيش عبئا على من سواها، ولا يجد أبناؤها ما يستر العورة. إذن هناك فرق شاسع بين الحرية الحقيقية والحرية الكاذبة. من ثمار ثورة يوليو أنها حققت مشروعات لكي تنهض بهذه الأمة لكي نعيش حرية حقيقية. من هذه الثمار أو من هذه المشروعات أن هذه الثورة يا أبنائي اهتمت بالصناعات الثقيلة، والتي كانت من دعائم القوة والعظمة والرفاهية، فقامت بالاهتمام بالقوة الكهربائية والتي كانت تتولد من مياه السد العالي. والسد العالي كان من أهم مشروعات هذه الثورة، كما أنها أيضا اهتمت باستخراج الحديد الراكد في أرض مصر منذ القدم، فاندفعت هذه الثورة إلى إطلاق هذه القوة من مكمنها. كان أيضا من نتائج مشروع السد العالي أن له كانت فوائد عظيمة، كانت شاملة في الصناعة والزراعة، وكانت تعد انقلابا شاملا. فمن فوائده صناعيا أنه وفر الطاقة الكهربائية لتشغيل المصانع، كما أن له أيضا فوائد زراعية، فكان سببا في تحويل ما يعادل مليوني فدان من الأفدنة الصحراوية إلى أرض زراعية تستخدم في إنتاج الغلال والثمار الكثيرة. كما أن هذا المشروع العظيم وفر زراعة 700,000 فدان من الأرز، مما جعل مصر من أكبر الدول المصدرة. وهنا يا طلاب الأحباب قد انتهينا من تسجيل هذه الحلقة أو من هذا الفصل.
نسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.